السلام عليكم وتحية طيبة على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم في سلسلة دروس لماذا نحتاج أومنت بلس بلس. في هذا الفيديو راح نشرح الفويب أو الفويس أوفر أي بي. قديما كنا نحتاج إذا أردنا نتصل من السورس للديستنيشن نحتاج إلى تليفون أرضي، ونحتاج إلى نتورك كيبل، ونحتاج إلى نتورك جاك اللي تكون هذا موجود على الحائط ومتصلة بالأبراج النتورك، وتقوم بإرسال الصوت من السورس إلى الديستنيشن، ويكون الطريق عن طريق الأنالوج. الفويس أوفر أي بي هذه التقنية هي التطوير للكول نتورك، بحيث يقوم طريقة الاتصال عن طريق الباكت أي بي. الأي بي بروتوكول يكون هو المسؤول على نقل الفويس عبر شبكات الحاسبة الموجودة. فمثلا تبعث ايميل، تبعث مسج، كذلك الان تبعث فويس عبر الحاسبة. للاجابة على سؤال الحلقة لماذا نحتاج اومنت بلس بلس، لان اومنت يوفر كلاس او ابلكيشن مخصص بالفويس اوفر اي بي. فنلاحظ هذه الشبكة هي شبكة الكول network or voice over IP، ونلاحظ هنا sender host والreceiver host يبعث عن طريق الكلاود. فالتطبيق المستخدم هو voice over IP يبعث الى هذه الطريقة. وشوف السلايد اللي بعده، هاي في application layer التطبيق يستخدم voice over IP وتمر عبر اللايرات حتى ان يرسلها الى الريسيفر. هاي اجت من الريسيفر ابي فيرجن 4، وكذلك هو يستخدم يو دي بي ترانسبورت بروتوكول حد ما ترجع على الابلكيشن لاير. فبهنا معناته انه بامكاننا نتصل عبر طريق الحاسبه باستخدام الاي بي بروتوكول. لتنفيذ التطبيق المتعلق بالفويس اوفر اي بي مجرد تنصب الاومنت بلس بلس، و بعدها تنصب الاينت فريم ورك داخل الاومنت، وبامكانك التعديل والتغيير والتحسين على بروتوكول الفويس اوفر اي بي تطبيق حسب ما يطلب من مشروعك.